نظم الصالون الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 ندوة حول التحديات التي تواجه العمل الدعوي في العصر الرقمي ضمن محور المؤسسات الثقافية المصرية. قال الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية دكتور سامي الشريف إن الدعوة الإسلامية تواجه تحديات متعددة في العصر الحديث، من بينها التطورات التكنولوجية في عالمنا والتي أخذت الشباب بعيدا عن كيفية إعداد الدعاء وعن كيفية عرض المشكلات التي تواجه المجتمعات المتحضرة. بنشرف بعقد هذه الندوة حول التحديات التي تواجه العمل الدعوي في العصر الرقمي. هذه الندوة ضمت مجموعة من خيرة خبراء الدعوة الإسلامية وأساتذة الجامعات الذين تحدثوا عن التحديات التي تواجه الدعوة الإسلامية في العصر الرقمي وانتشار التكنولوجيا الحديثة وانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس. الدعوة أمانة، الدعوة كلمة، كلمة مقروءة، كلمة مكتوبة، كلمة مسموعة. لذلك فإن الدعوة أو وصول المعلومة الدينية إلى المتلقي أمانة، ومن هنا يجب أن يتصف الداعية بالأمانة ويتصف بالدقة ويتصف بالعلم ويتصف بالتأهيل الشامل الكامل، وأن يأخذ بأدوات العصر الحديث من أدوات التكنولوجيا الحديثة والتواصل المجتمعي التي تسهل الوصول إلى المتلقي.